أنا أذكر قصة لأحد المعلمين القدامى أراد أن يغرس هذا الشيء في طلابه، فأعطاه اختبار. يا سلام. قال: يا أولادي، بكرة لا يأتيني واحد منكم إلا وقد ذهب إلى دجاج أهله وذبح واحدة من الدجاج في مكان لا يراه فيه أحد. ما شاء الله. وأطفال وموصيهم معلمهم، وش توقعون يعني؟ يا سلام. فخرجوا إلى بيوتهم وهجموا على دجاجهم. كل واحد مسك له دجاجة وذهب في مكان ما يشوفه لا أبوه ولا أمه ولا أهله، وذبح الدجاج. أتوا في الغد وكل واحد دجاجته على كتفه فرحان. ما حشوه. فرحان إنه ذبحها ما شاف أحد. توافدوا في الصف، إذا في واحد من الطلاب ما بعشه. يا السلام عليكم. السلام. ذبحته؟ قال: نعم، جبنا كلنا جاب دجاجة. قال: وانت يا ولدي ليش؟ وين دجاجك؟ قال: اطلع قدام زملائك واخبرهم ليش ما جبت. قال: والله يا استاذي، انا فعلا مسكت الدجاجة، ولكن ذهبت الى الحوش اردت ان اذبح دجاجتنا، فاذا فيها احد يراني اجلتها الى الليل، في ظلام الليل الدامس أردت أن أذبحها، فإذا فيه أحد يراني فكيت. قال: من يراك يا ولدي؟ قال: يراني الله سبحانه وتعالى. يا سلام. فأسقط في يد أصحاب الدجاج اللي ذبحوه، فكانوا فرحين، فمثل ما يقولون نفصت عيونهم، علموا أنهم رسبوا في الاختبار. فقال: يا ولدي، هذا من أجله قلت لكم، فأنت الذي نجحت. فيقولون أن هذا الطفل صار من علماء المسلمين. ما شاء الله. فنحن حري بنا يا أخوان أن نغرس هذا الشيء في أبنائنا. فوالله الذي لا إله إلا هو، الذي يراقب الله سبحانه وتعالى لا يسرق، الذي يراقب الله سبحانه وتعالى لا يقترف أي شيء يغضب الله سبحانه وتعالى. ولن يكون الرجل صالحا إلا عندما ينشأ على هذا الشيء، إن كان معلما أخلص لدينه ولوطنه، وإن كان طبيبا أخلص، وإن كان مهندس أخلص، وإن كان عسكري أخلص. فحري بنا أن نغرس هذا الشيء في أبنائنا. يا سلام. وفي من حولنا. فنذكر في أحد المدارس تكتب رسالة فوق: الله يراني. لوحة أمام الطلاب فوق السبورة: الله يراني. إذا رفع الطالب بصره قرأها. ف انغرس في خاطره وفي نفسه أن الله يراه في أي حال كان، في الليل، في النهار، في البحار، في الصحراء، في الجو، في أي مكان.